مسلمانين، وهي من كتلة أخرى يعني من الجارسة، وهي نائبة متميزة وجمعت 100 توقيع استجوار. لو ما عندها ملفات وبيانات وأدلة تطلب استجواب الوزير المالية الحالي؟ وأنا ما أسمع من عندها طبعا. والآن عندي بيانات ودلائل على وزير المالية كثير، لذلك أنا من خلالكم واستشاريت المشاور مستشار قانون البرلمان أنه أصدر كتاب منع سفر على وزير المالية لحين حضوره ومثوله أمام مجلس النواب والتوظيف، لأن عنده ملفات سواء كانت في الدورة السابقة الآن لدى النائب عالي صحيح وأمامي، ولدينا ملفات تدين الوزير. لدينا ملفات تدين الوزير، وهذه الملفات موجودة لديه. فإذا قدم استقالته ولديه جوازين، جواز عراق وجواز بريطانيا، يسافر، من يحافظ على حقوق الناس؟ أموال الأموال البدر، لذلك منع السفر. كذلك لديه توقيع أكثر من 50 نائب بخصوص الدعوة إلى جلسة طارئة في هذا الأسبوع. وأنا يتم التشاور مع هيئة الرئاسة لكي نعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الموضوع واستضافة نطلب كذلك استضافة وزير المالية. عدم حضوره سيتم استجوابه وإقالته، لأن لم يحترم الاستقرار الدستوري القانوني نضطر أنه يتم استجوابه وإقالته.